ادري سوت مايم فنان خالد يستاهل. طيب اكتشافنا هذا. عندنا وكيلة الجمهور، اعطونا اسم وكيلة الجمهور لهذا الاسبوع. عندك تعليق؟ عندي طلب، في ناس يسالوني عن وكيلة الجمهور. طيب نعلنها الان وكيلة الجمهور. لا لا، اذا كان فريق دعمه لا، كيف اخذين وكيلة الجمهور؟ ما في طيب. ما لك علاقه ولا تخص. يا ابن الحلال لا، عندك ابداع. انا الله مالك علاقه، مالك علاقه، خسرني من العرب كله. كيف تجيك؟ لا لا، ولا الاداره وشال الحجاب ولا الجمهور ورد على الصاحي ورد على الناس. علم الناس كيف ياخذون وكيلة الجمهور عشان نفتح. اعطوني اسم وكيلة الجمهور لهذا الاسبوع. اللي هو جاهز، عرضوا لنا الصوره. اسمها ويش؟ احنا جايين عرب من برا. اسمها اس. الف مبروك يا اس، وكيلة الجمهور لهذا. خليني اشوف. تتابعني الاسبوع تستاهل. خليني اشوف. معطيها بلوك انا. مبروك، شوفوا متابعينه ولا لا. معطيها بلوك. وكيلة الجمهور تابعوها كلكم. خلها تسوي لها نقطه، ترد علينا بنقطه، نسوي لها فول. ما يبدا البرنامج هذا. الله سبحانه نزل على التوفيق، بس بالتدريج. العربان جاي علم كيف ياخذون وكاله الجمهور علشان يعرفون ايش لهم ايش الاعلام. علم جاينا فلان وفلان وعلان. قاموا يهدفون، قاموا يهدفون. ها الاعداد كيف اليه وكيلة الجمهور؟ على كيف؟ على اكثر تفاعل، على اكثر تفاعل. اكثر تفاعل. يا سلام، الاكثر تفاعل في الهاشتاج تحصل على وكيلة الجمهور. حسابها الشخصي. وهذه رساله لجميع الحسابات اللي تتفاعل بشكل كبير في تاج البرنامج تحصل على وكيلة الجمهور. اذا كان مشرف دعم لاي احد المتسابقين فيها مشكله ولا عادي؟ لا اتوقع ما في مشكله. ايوه كتفاعلها. لا والله معلومه للعامه. لا اكيد. لا هو بالعكس. ما فيها يعني شيء مخصص. لا هو للجميع، المشاركه للجميع سواء كانت مشرفه ولا غيرها بكيفها. طيب احنا قبل نختم نتكلم على الوقف، دائما نتكلم في كل يوم.